بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع مرة أخرى إلى كتاب بيالي غي كومبخوندر. سنستأنف معه قصة جديدة كما نلاحظ عندنا لو بوتي باشور دو كوراي، الصياد الصغير للمرجان. إذا نتكلم عن نوع من النبات أو حيوان بحري، إذا يسمى المرجان على شكل شجر صغير. لو كوراي مونجي إتان جون غارسون تونيزيان. Son père est pêcheur d'éponges et de corail. Ils sont en mer tous les deux, fatigués. Le père s'est endormi dans la barque. Mwangi est un jeune garçon tunisien. Son père est pêcheur d'éponges et de corail. Ils sont en mer tous les deux, fatigués. Le père s'est endormi dans la barque. Mwangi est un jeune garçon tunisien. Mwangi, voilà, c'est Mwangi, est un jeune garçon tunisien. Et de notre clame, un طفل صغير tunisien, من دولة تونس. Son père est pêcheur. Eh ben, où? Son père, voilà, son père est pêcheur. Et d'un eh ben, où? Ou à Sayed. طبعاً, comme ذكرنا فيما سبق. Et d'un, طبعاً, نتكلم هنا على verbe pêcher. فعل استادة. نتكلم عن صيد السمك طبعاً. إذا نتكلم على لوفيغ بيشي. أما صيد البر، صيد الحيوانات البرية، فنتكلم في هذه الحالة عن لوفيغ شاسي. إذا نتكلم هنا عن بيشور، وفي صيد البر نتكلم عن شاسور، صياد الحيوانات البرية. إذا سون بيغ إي بيشور ديبونج إي دو كوراي. إذا أباه هو صياد نوع من الحيوانات الرخوة البحرية تسمى إيبونج إي دو كوراي، وصياد المرجان. إيل سون أون مير تو لي دو، إذن هم في البحر الإثنان. تو لي دو، كليهما في البحر. نتكلم هنا على الأب والإبن مونجي. إيل سون أون مير تو لي دو فاتيغي، متعبا. من هو المتعب هنا؟ لو بار سيت أندورمي دون لا بارك. إذن متعبا بسبب التعب. لو بير سيت اندورمي، لو بير سيت اندورمي، إذا الأب أنه نام. عندنا هنا لو فيرب سوندورميغ، لو فيرب سوندورميغ، إذا نام. كما نقول بأنه جعل نفسه ينام. لو بير سيت اندورمي دون لا بارك، دون لا بارك، إذا الأب أنه ينام في القارب. إذا كما قلنا Mwangi est un jeune garçon tunisien. Son père est pêcheur d'éponges et de corail. Ils sont en mer tous les deux, fatigués. Le père s'est endormi dans la barque. Tout maintenant, le corps à moitié en dehors de la barque, Mwangi observe avec attention le fond de la mer. Hélas, l'eau devient de plus en plus profonde. Bientôt, on ne distingue plus rien. Qu'y aura-t-il plus loin? L'enfant s'inquiète. Le corps à moitié en dehors de la barque, Mwangi observe avec attention le fond de la mer. Hélas, l'eau devient de plus en plus profonde. Bientôt, on ne distingue plus rien. Qu'y aura-t-il plus loin? L'enfant s'inquiète. Et de le corps à moitié en dehors de la barque. Le corps à moitié en dehors de la barque. Et de le jisme à moitié, fenêtre. طبعا لمواتي المقصود به النصف. هنا عندنا أمواتي في النصف. أندور، أندور يعني خارج. أندور خارج، خارج ماذا؟ أندور دو لا كلاس، نتكلم هنا عن خارج القسم. أندور دو لا بارك، خارج القارب. إذا نتكلم عن الجسم في النصف منه خارج القارب. إذا نتكلم هنا عن الطفل نصف جسمه خارج القارب كما نلاحظون. لو كور أمواتي أون دور دو لا بارك، إذا الجسم جسم الطفل في النصف خارج القارب كما نلاحظ أنه يخرج نصف جسمه خارج القارب. هنا فقط وصفنا بأن نصف الجسم خارج القارب. إذا جسم من؟ مونجي. Mwangi observe
avec attention. Cameron a dit هنا ونصف جسمه خارج القارب. Mangi observe avec attention le fond de la mer. Et Mangi يراقب يلاحظ avec attention. يلاحظ بحذر le fond de la mer. نتكلم هنا عن قعر le fond. إذا نتكلم عن قعر البحر كما نقول. إذا Mangi observe avec attention le fond de la mer. Hélas, hélas, كلمة نقولها للأسف أو للتأسف على شيء ما. إذا على ماذا يتأسف الطفل هنا؟ L'eau devient de plus en plus profonde. الماء devient. طبعا عندنا لو فيرب devenir فعل أصبح. طبعا عندنا هنا يصبح ولكن المقصود بها أصبح. L'eau devient de plus en plus profonde. إذا الماء أصبح أكثر فأكثر كما نقول هنا زيادة فزيادة ولكن المقصود أكثر فأكثر بروفوند أعمق. إذا طبعا كلمة الماء كلمة مؤنثة لذلك سنقول هنا بروفوند ولم نقول بروفون في المذكر نقول بروفون عميق بدون هاد أ وبالتالي لا تنطق هاد الضي. Hélas, l'eau devient de plus en plus profonde. إذن للأسف الماء أصبح أكثر فأكثر عمقا بيانتو قريبا بيانتو قريبا. On ne distingue plus rien. طبعا لو فيرب ديستينغي فعل ميز. الطفل الذي يخرج نصف جسمه من القارب يراقب شيئا ما في أعماق البحر. إذن هو يترقب شيئا ما يريد اصطياده في أعماق البحر ولكن مع الوقت ومع حركة القارب طبعا الماء أصبح أعمق قعر البحر أصبح أكثر بعدا وبالتالي لن يرى شيئا مع تلك المسافة الكبيرة عن القعر. إذن هو لن يرى ما بقعر البحر. إذن بيانتو on ne distingue plus rien يعني أننا لن نميز شيئا لن نعد نميز شيئا يعني قريبا في القريب يعني بعد لحظات ما غنبقى نشوف ما غنبقى نميز والو شنو كاين في قعر البحر يعني غنولي نشوف أي حاجة ما غنبقاش نعرفها واش هي حجرة واش هي شجرة واش هي حيوان بحري إلى غير ذلك يعني ما يبقى يبان ليا والو. بيانتو on ne distingue plus rien. Qu'y aura-t-il plus loin؟ ماذا هناك بعيدا؟ ماذا هناك في العمق؟ L'enfant s'inquiète يعني الطفل يقلق. الطفل قلق. L'enfant s'inquiète. الطفل قلق. يعني أنه قلق. ربما يكون هناك شيء ما في أعماق البحر يبحث عنه. فلا يستطيع تمييزه وبالتالي سيفوته. إذن كما قلنا لو كور أمواتي أون دور دو لا بارك مونجي أوبسيرف أفيك أتونسيون لو فون دو لا مير هيلاس لو دوفيا دو بليز أون بليز بروفوند بيانتو أون نو ديستينغ بلو ريان كي أورا تيل بلو لوان كي أورا تيل بلو لوان لونفون سانكييت. أنفا فواسي أن بون de sable, voici les rochers, pas d'éponge. Et tout à coup, sur une roche brune, il apparaît quelque chose qu'il n'a jamais vu, quelque chose de merveilleux, un arbre de pierre magnifique. Sur ses branches sont piquées de petites étoiles rouges. Sont. Du corail, se dit l'enfant. Du corail, se dit l'enfant. Et l'on a entendu parler par son père. Les marins d'Ajim l'eau pêchait autrefois, trop. On disait, le corail disparaît de la région. Enfin, voici un banc de sable. Voici les rochers. Voici des rochers, pas d'éponge. Et tout à coup, sur une roche brune, il aperçoit quelque chose qu'il n'a jamais vu. Quelque chose de merveilleux. Un arbre de pierre magnifique. Sur ses branches sont piquées de petites étoiles rouges sont. Du corail. Se dit l'enfant. Il en a entendu parler par son père.
Les maras d'Adjim l'ont pêché autrefois. Trop. On disait le corail disparu de la région. Enfin, voici un banc de sable. Tabal le banc. المقصود به هو الكرسي الطويل اذا نسميه لوبون اذا نتكلم عن كرسي طويل يسمى لوبون enfin وفي النهايه voici un banc de sable voici un banc de sable ها هو كرسي طويل من الرمل او من الرمال voici des rochers ها هي صخور بعد وقت اصبح يرى اشياء توجد في قعر البحر إذن هو يرى كرسي طويل enfin voici un banc de sable ماذا يرى أيضا qu'est-ce qu'il voit encore voici des rochers il voit aussi des rochers إذن هو يرى صخورا pas d'éponge mais pas d'éponge ولكن لا يرى إسفنجا إذن هو لا يرى إسفنجا نتكلم عن حيوانات كما قلنا رخوية تسمى إيبونج et tout à coup, وفجأةً, sur une roche brune, فوق صخرة, كمن نقول بنية, sur une roche brune, كمن نتكلم عن صخرة ذات لون بني, il aperçoit quelque chose qu'il n'a jamais vu, il aperçoit, إذن هو يلمح, le verbe apercevoir, conjugué au présent. Il aperçoit quelque chose. إذن هو يرى quelque chose. يرى شيئا. Qu'il n'a jamais vu. لم يسبق له رؤيته. طبعا qu'il n'a jamais vu. التي لم يرى من قبل. هذا هو المقصود هنا. Qu'il n'a jamais vu. التي لم يرى من قبل. التي لم يرها من قبل. Quelque chose de merveilleux. طبعا نقول عن شيء بأنه ميرفيو يعني أنه مدهش أنه خارق quelque chose شيء ما دو ميرفيو شيء ما كما نقول من المدهش يعني أنه مدهش شيء ما لم يسبق رؤيته من قبل quelque chose دو ميرفيو إذا نتكلم عن شيء مدهش رائع كما نقول un arbre de pierre magnifique شجرة من الحجر شجرة من الحجر un arbre de pierre magnifique إذن يتكلم عن شجرة من الحجر رائعة magnifique رائعة sur ses branches sont piquées de petites étoiles rouges sont sur ses branches على أغصانها sur ses branches فوق أغصانها sont piquées يعني أنها ملصقة هناك أشياء ملصقة على أغصانها sont piquées de petites étoiles ماذا ألصقت على أغصانها de petites étoiles نجوم صغيرة rouge sont حمراء دم حمراء دم يعني أن حمراء بلون الدم rouge sont إذا نتكلم عن نجوم صغيرة ملصقة على أغصانة الشجرة من الحجر هذه النجوم حمراء بلون الدم ديكوغاي إذن هو عرفها وعرف بأنها مرجان ديكوغاي من المرجان سودي لونفون يقول طفل لنفسه هنا ما عندناش دي لونفون يقول الطفل عندنا هنا سودي لونفون يقول لنفسه الطفل il en a entendu parler par son père هنا ما عندناش il a entendu عندنا هنا il en a entendu il a entendu هو سمع طبعا عندنا هنا لو فيرب entendre بالاحرى عندنا هنا لو participe الخاص بفعل entendre باش مسبوق مسبوق بالاوكسيليير avoir باش مصرف هاد avoir مصرف البريزون وبالتالي عندنا هنا لو passé composé الخاص بفعل entendre il a entendu J'ai entendu, tu as entendu, il a entendu. Il a entendu, il dit nous sommes. Hna adna, il en a entendu. Il a entendu, il en a entendu. Il en a entendu, il en a entendu. Parlé par son père. Kalam min taraf abihi. Kalam min taraf abihi. Il dit nous sommes. L'ab, tu te calmes.
Et l'on a entendu parler par son père. Et d'un sbaq les sma' l'ab dialo titkellem alia. Les marins d'Adjin, taban baharat Adjin, titkellem al nemtaqama, le pêché autrefois, un homme kano yastaduna, taban adna le verbe pêché, fi l'imparfait, psaraf l'imparfait. يعني انهم كانوا يصطادون اوتر فوا كما نقول مره اخرى ولكن ما عندناش هنا اوتر بوحدها ثم فوا بوحدها عندنا هنا كلمه واحده كما نقول مره اخرى ولكن هنا المقصود بها في قديم الزمان في قديم الزمان قديما طخو كثيرا يعني بشكل كثير بشكل كبير ضخم اذا هنا يقول بان بحارة أجيم كانوا يصطادونها في القديم في وقت سابق طخو كانوا يصطادونها كثيرا كانوا يصطادون هذا النوع من الشجر إلى أن أنتوندي بارلي بار سون بير لي مارا داجيم لو بيشي أوتخفوا طخو أون ديزي لو كورا ديسباري دو لا ريجيون أون ديزي يعني أنه يقال هنا كمان نقول بأننا نقول بأننا كنا نقول ولكن هنا المقصود بها أنه يقال لأن هاد أون لا تعني ضميرا بعينه ممكن أن تعني كل ضمائر محتملة في هاد أون أون ديزي هذا علاش يسميوها ضمير غير محدد كما نقول أون ديزي لو كورا ديسباري دو لا ريجيون إذن يقال بأن المرجان ديسباري أنه اختفى دو لا ريجيون من المنطقة بعدما كان بحارة أجيم يصطادون بكثرة في وقت سابق أون ديزي أنه يقال لو كوراي ديسباري لو كوراي ديسباري المرجان اختفى دو لا ريجيون طبعا عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل ديسباريتر ديسباريتر اختفى دو لا ريجيون إذن ديسباري دو لا ريجيون اختفى من المنطقة إذن كما قلنا أون فا Voici un banc de sable, voici des rochers, pas d'éponge. Et tout à coup, sur une roche brune, il aperçoit quelque chose qu'il n'a jamais vu. Quelque chose de merveilleux. Un arbre de pierre magnifique. Sur ses branches sont piquées de petites étoiles rouges sans. Du corail, se dit l'enfant. Il en a entendu parler par son père. Les marins d'Adjin l'ont pêché autrefois. Trop. On disait le corail disparu de la région. Vite, l'enfant plonge, saisit à pleine main une branche qui casse comme du verre et remonte à la surface. Eden, vite, l'enfant plonge, saisit à pleine main une branche qui casse comme du verre et remonte à la surface. Vite, bisoura. Vite, bisoura. Taban vite, c'est un adverbe. C'est un adverbe. كما نتكلم عن ظرف نتكلم عن الطريقة التي تم بها الفعل إذا ما هو الفعل الذي كان هنا لونفون بلونش إذا نتكلم عن الطفل أنه غطس غطس في الماء إذا هو غطس في الماء فيت بسرعة وضعنا فيت في بداية الجملة حتى نعطيها قيمة وضعنا كلمة فيت في بداية الجملة حتى نعطيها قيمة ما معنى نعطيها قيمة يعني أننا ننتبه إلى أن الفعل تم بسرعة فيت لونفون بلونج إذن بسرعة الطفل غطس سيزي 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 أبلان ما أنه قبض طبعا عندنا لو فيرب سيزيغ أون لو فيرب سيزيغ سيزي أبلان ما يعني أنه قبض بملء اليدين بملء اليدين ماذا قبض بملء اليدين كيس كيلا سيزي أبلان ما إن برانش إل أسيزي أبلان ما إن برانش إذن هو قبض بملء اليدين إن برانش قبض على غصن كي كاس كما نقول هنا الذي كسر نتكلم على الفيرب كاسي فعل كسر كاسي أن فيرب نتكلم عن كسر كأسا ولكن هنا المقصود بها كيسوكاس كيسوكاس الذي تكسر طبعا هناك أفعال كثيرة يعني تجاوزا
أننا نأخذها بهذا الشكل تجاوزا طبعا لأن المعنى واضح فيها. إذا نتكلم عن إن برونش كي كاس نتكلم عن غصن الذي تكسر كوم دي فيغ مثل الزجاج إي غومونت على السيرفاس ثم أنه صعد إلى المساحة عن أي مساحة نتكلم هنا طبعا نتكلم عن مساحة الماء إذا المقصود أنه صعد إلى السطح ثم صعد إلى السطح طبعا لا سيرفاس مقصود بها السطح مقصود بها أيضا المساحة نقول أحيانا مثلا كيلي لا سيرفاس دي تيران ما هي مساحة الأرض مثلا إذا كما قلنا فيت لونفون بلونج سيزي أبلان ما إن برونش كي كاس كوم دي فيغ إي غومونت على سيرفاس طبعا عندنا لو فيغ غومونتي كما نقول صعد من جديد إي غومونت على السيرفاس ثم صعد من جديد إلى السطح. إذا طبعا نستأنف مع هذه القصة في الفقرة المقبلة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.